الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله صلى عليك الله. المزمور 109، هذا المزمور أيضا يحار به النصارى بين قائل بأنه كان نبوءة عن المسيح وبين قائل بأنه كان نبوءة عن يهوذا الإسخريوطي. جون ويسلي في تفسيره لأعمال الرسل يرى أن هذا المزمور كان نبوءة عن يهوذا الإسخريوطي. في المقابل وهيب جورجي في مقدمات في العهد القديم يقول هذا المزمور يتحدث عن صلب السيد المسيح. عوض سمعان يقول هذا المزمور هذه النبوة تنطبق على يهوذا وحده، فقد مات في ريعان الشباب وأخذ وظيفته آخر، ويستشهد ببعض ما ورد في هذا المزمور. دعونا نقرأ هذا المزمور وسنرى بأنه نبوءة واضحة عن يهوذا الإسخريوطي وأنه هو المصلوب. يقول المزمور: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي، وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. إذن هناك دعاء، وأنا أقول بصراحة يحتمل هذا أن يكون الداعي هنا المسيح عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون غيره، لكن سنصل إلى بيت القصيد. بيت القصيد في قوله: فأقم أنت عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حوكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية، ولتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. هذا النص الأخير، وظيفته ليأخذها آخر، هو عند جميع المفسرين والشراح يدل على أن النص عن يهوذا الإسخريوطي. لماذا؟ اقتبس الإنجيل هذه العبارة ووظيفته ليأخذها آخر واعتبرها نبوءة عن يهوذا الإسخريوطي الذي بسبب خيانته أخرج من خدمة المسيح، ووقعت خلاف بين التلاميذ عمن يختارون بدلا منه، وأجروا قرعة فوقعت القرعة على متياس، فاعتبر مكملا للاثني عشر بدل يهوذا الإسخريوطي. إذن ووظيفته ليأخذها آخر باتفاق الإنجيل والعلماء كان عن يهوذا الإسخريوطي. فماذا يقول عن يهوذا في هذا النص؟ يقول: فأقم أنت عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه. متى وقف شيطان عن يمين يهوذا الإسخريوطي؟ حين علق على الصليب، وكان عن يمينه مذنب، وكان عن يساره مذنب آخر، وكان يجدفان عليه، وكان يستهزئان به. إذن هنا تحققت هذه النبوءة. يقول: وإذا حوكم فليخرج مذنبا. متى حوكم يهوذا الإسخريوطي واعتبر مذنبا في هذه المحاكمة؟ عندما أخذ بدلا من المسيح عليه الصلاة والسلام، فحكم أمام بيلاطس وأمام هيرودس وفي مجمع اليهود، وحكم عليه بأنه مذنب مع أنه بريء، ليس له علاقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. وإذا حكم فليخرج مذنبا، وصلاته عبادته فلتكن خطية غير مقبولة منه، لتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. لماذا؟ من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته، وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، لبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه. أين حصل هذا ومتى حصل؟ حين علق على الصليب، لأنه بحسب الكتاب المقدس المعلق على الصليب ملعون من الله تبارك وتعالى. هذا ما تقوله التوراة، فهو صار ملعونا عند الله تبارك وتعالى،
فأحب اللعنة فأتته اللعنة حين علق على الصليب. وهكذا يمضي النص فيقول: لتكن له، أي هذه اللعنة، كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها دائما، هذه أجرة مبغضية من عند الرب. هذه أجرة أولئك الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى، أنهم يصلبون ويعلقون على الصليب، والمعلق على الصليب ملعون، ولا نقبل أن يقال عن المسيح بأنه كان ملعونا. ثم يقول النص: وأنا صرت عارا عندهم، إنه العار الذي كلله وجلله بسبب خيانته للمسيح. إنه نبوءة أخرى عن المسيح الناجي وعن يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن الذي علق على الصليب. أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد، أتباع عيسى ها رفعنا قدره، وبصدقه يدعو البرية سيدي.